بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع فيديوهات الدالة الأسسية تحضيرا لبكالوريا 2023 إن شاء الله. في هذا الفيديو الثالث دائما راحين عندنا 9 عبارات راح نقوم في هذا. هنا يختلف السؤال عن التبسيط، هنا فيها النشر والتبسيط. نشر والتبسيط. عندي ملاحظة قبل ما نبدأ أعزائي، لربما شفتوا باللي انقطعت وما دعاوت رجع لظروف، ما دعاوت رجعت باش يكون في بالكم في علمكم اني رجعت في خاطر الطلبة اللي تبعوني، الطلبة الاوفياء المتابعين الاوفياء فقط. اللي جاء جديد ولا اللي اكتشف ولا مرحبا به. ثانيا انا ما نديرش ليكور، ما ندير ليكور، ما ندير الاشهار العمري، لاني الحمد لله وقتي مشارجي، عندي أشغال أخرى، مانيش فارغ أنا باش ندير ليكور، الحمد لله كما يقول لك مستورة والحمد لله. ثالثا الناس، بعض الأساتذة أو بعض البشر أو بعض أشباه البشر، انت اللي تلحق باش يدير دروس خصوصية ليكور في أونغار 50، شتهم طحت فجأة في اليوتيوب، كان طحت يجي ندخل نشوف لا راك مصور 50 واحد داير 100. بالله عليكم واش راح هذا اللي راه 50؟ وعلى بالك احنا الجزائريين والعرب بصفة عامة نتبعوا اللي طبلوا له بزاف. واش راح يدرسك في برنامج سنة ثالثة ثانوي باين واضح عادي سواء الأستاذ فلان ولا الأستاذ تاع القسم نفس البرنامج. صار الأستاذ اللي درسك في القسم مش عارف شعل من ساعة بشعبة رياضيات، شعبة علوم تجريبية، وشعبة كذا وتقني رياضي، ما يكفوش. وساعتين في السمانة تاع ليكور يكفوك، شو راح يدلك في الساعتين هذوك والدراهم ومش عارف واش وكلا عادي. يعني حرام الشيء اللي راكم تديروا فيه انتم اشباه الاساتذه باش تدي تلهف ورد دراهم. هذه حاجه جو واحد من حيالي من راسك. انا نقري العلوم، انا علوم دقيقه، عندي منطق علمي نمشي عليه، تارك تجري ورد دراهم. وانتم اللي راكم تروحوا عنده بالربعين وبالخمسين في اونغار لهفين، راكم شايطين، وهذاك هو الديفو تاعك اللي رايح يهلكك نهار البكالوريا. احنا في وقت بكري، ماشي في وقتنا، احنا في وقتنا ما كانش كامل ليكور هذا، كانوا ليكور 10 في القسم، 10 ما يفوتش، كي كثر 15. علاه؟ واش معناتها دروس خصوصيه؟ معناتها كي ندير لك الدروس خصوصية يعني كدرست في القسم صح، ندير لك الدروس خصوصيه صح، نفوت كي نحلو التمرين نفوت تلميذ بتلميذ. وكنت درت دروس خصوصية في الحمامات في باينام وفي ديدوش مورات في العاصمة، ما فاتوش عندي 10-12 يعني، وكنت ديرهم مجانا لوجه الله. علاش دروس خصوصية؟ تفوت على الطالب بالواحد وتفهمه وراه ناقص. أما إذا كان 40 في أونغار وساعتين، عمي راك تعود لهم في الدرس تاع القسم، راك تحلهم في تمرين، يقدر يحلو في الدار روحو نورمال عادي، يقدر واحد يفهمو في الزنقة يفهمو في التمرين. خافوا ربي، خافوا ربي. وانتو مثلا تلاميذ، انتو مثلا شايطين، يعني إلا من رحم ربي شايطين ليكور، كان اللي يدير ليكور من أجل ليكور وخلاص بوف. والحديث قياس. المهم أنا مانيش ندير الإشهار العمري، أنا ما عندي لونغار ما ندير ليكور، رغم أنهم طلبوا مني العديد الزوم وما يش عارف، انا ما ندير لك الزوم ومن بعد نسكن لك لامان ومن بعد ندوموندي لك الدراهم. الحمد لله اني داير هذا المقاطع تاع الفيديوهات ننشر فيهم تمارين اللي يصيب فيها فايده ننشر، ويكون في علمكم اغلبها مترجمه من اللغه الانجليزيه او من اللغه الفرنسيه باش تكونوا في الصوره صح. زيد عن هذا راني داير لكم بلوك، داير بلوك ملم فيه الفيديوهات، ملم فيه بعض المنشورات، بعض الأمور اللي نصيبها فيها فايدة راني نحطها. والصلاة على النبي، توكل على الله.
نبدأ على بركة الله بالعبارة الأولى. هاي أمامكم دائما أني مخلي في الطابلو الخواص، دائما أسية واحد تساوي أسية، أسية تساوي واحد، أسية الأسية هي أكبر موجبة تماما، ويجوا أمامك الخواص الخمسة اللي نخدموا بهم اللي تكون حافظهم عن ظهر قلب. إذن عندنا أسية أسية إكس في أسية إكس زائد خمسة. إذن واش ندير؟ نقوم بالنشر. عندنا أسية حاجة سهلة، أسية إكس في أسية إكس زائد الخمسة تساوي حاجة سهلة سهلة. إذن أسية إكس في هذه، ومن بعد الأسية إكس في الخمسة، هذا مكان معناتها أسية إكس في أسية إكس ومن بعد زائد خمسة في أسية إكس، هذا مكان تعطينا هنا نطبق الخاصية رقم واحد لهنا. إذن تولي لي أسية إكس زائد إكس يعني 2 إكس زائد خمسة أسية إكس. خلاص نروحوا للثانية رقم 2، عندنا أسية ناقص إكس في أسية إكس ناقص 2، نفس الشيء كما درنا مع الأولى، أسية ناقص إكس في أسية إكس ناقص 2. ولاحظوا أن التمارين دائما نخير، مثلا عندنا 9 عبارات من رقم 1 ونجو من البسيط ونجو نتعمق شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى نلحقوا إلى المعمق. مثلا العبارة رقم 7 ورقم 8 ورقم 9 هذوك حالات خاصة، هذوك نحقوا لهم ونقول لكم ثم علاش خيرت هذوك 3 عبارات الأخرين. إذن هنا نفس الشيء، نضرب أسية ناقص إكس في أسية إكس ونضرب أسية ناقص إكس في ناقص 2، حاجة عادية. إذن تساوي أسية ناقص إكس في أسية إكس زائد أسية ناقص إكس في ماذا؟ في الناقص 2، يعني نحل بالتفصيل، لاحظ بالتفصيل باش الناس كامل تفهم، لأنه راه مقابلني إنسان المتفوق، الإنسان اللي تحت المتفوق، اللي متوسط، اللي تحت المتوسط، واللي مفريني ده يعني الله غالب. إذا ما نظنش واحد طلع للترمينال سنة ثالثة ثانوي بالحق السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية رياضية وتقنية رياضية وتسير اقتصاد سيك الله يبارك، ماكش مفريني. إذا نحو كلمة مفريني، إذا ماكش تحت المتوسط، نحو هذه الكلمة تقدر تكون متوسط، لأنه كان اللي يطلع كي التمساح من له المتوسط وهو طالع الليسي ويلحق للترمينالي، غير يدور غير في 10 11 12 9 يدور بهذا ويطلع ويلحق، كان اللي يلحق للجامعة وفات ونورمال. ناس نعرفهم والله لا تحصلوا على الماستر، ماستر 2 كان يدور في 9 10 11 12 وطلعوا راهم خدامين، ونعرفهم نعرفهم، انا صوبيتهم في الرياضيات الحمد لله. صح زيد هنا واش نديرو؟ نديرو نطبقوا الخاصيه رقم 1، اي اسيه ناقص اكس زائد الاكس، وهنا زائد يعني هذه في الناقص 2، اذا ناقص 2 في اسيه ناقص اكس. لاحظ كيفاش راني نخدم. اذا واش تولي لي؟ تولي لي هذه واش تولي؟ اسيه ناقص اكس زائد اكس تولي لي اسيه الصفر ومن بعد ناقص الاثنان في اسيه ناقص اكس. اذا النتيجه هي 1 ناقص 2 في اسيه ناقص اكس. نستمر مع العباره رقم 3، اسيه 2 اكس في اسيه اكس ناقص اسيه ناقص اكس، سهلة جدا جدا. هاي أسية 2 إكس في أسية إكس ناقص أسية ناقص إكس. إذن اللي برا تضرب، نبدأ نضربها في هذه ومن بعد في هذه، عادي جدا. واش تعطينا؟ تعطينا أسية 2 إكس مضروبة في أسية إكس ومن بعد زائد ولا ناقص ناقص ناقص. إذن قلنا إيه ومن بعد عندي أسية 2 عفوا إكس في ناقص، انتبه عندي ناقص هذا وعندي ناقص هذا، شيء ناقص هذا في
لاحظ يعني هنا إما نديرو هاك في أسية ناقص إكس كيما نقدرو، شوفوا مليح معايا كيما نقدرو نكتبوها هنا زائد في ناقص أسية إكس. تشوف الإشارات نقدر هذه كامل نضربها في ناقص كذا وندير في أسية، أو الطريقة اللي درتها الطريقة الأولى صح. إذن أتولي لي اللهنة أسية 2x زائد x، ومن بعد ناقص لأنه الزائد في الناقص ناقص، أسية 2x ناقص x. طبقنا خاصية رقم واحد، الخاصية رقم واحد طيب. إذن تساوي أسية 3x ناقص أسية x، هذو خليهم كيما راهم لهنا هكذا بالك تشيهم، ما نقدروش نقصوا ثلث حبة أي حبة رمان نقصوا منها حبة برتقال، مشي كيف كيف كل واحدة واحدة. تقلوا مع العبارة رقم 4، أسية x زائد 2 في أسية x زائد 5 بيان، أسية x زائد 2 شغل كما درنا في السنة الأولى متوسط، في السنة وترك السنة الأولى ثانوي رابعة متوسط، x زائد 2 في x زائد 5 نفس الشيء نفس الشيء، دير هذيك الأسية x كي شغل x هذا ماك الأسية مثلا الدالة مربع اي اكس مربع، المتغير واش تاعو؟ متغير هو x، الدالة الأسية أسية x متغير هو راه المتغير هو x، الآلان آلان x متغير هو راه هو x هذا مكان، هذه عادي جدا. إذا هنا واش ندير؟ وانا عادي عادي جدا جدا، كيفاش نخدمو هنا؟ عندنا أسية x نضربوها في هذه ومن بعد نزيدو نضربوها في هذه كيما درنا في السنة الرابعة متوسط، ومن بعد الاثنان نضربوه في أسية x ونزيدو نضربوه في الخمسة هذا نفس الشيء. إذا نبدأ بالأولى، عندنا أسية x مضروبة في أسية x زائد أسية x مضروبة في خمسة، هاي بالتفصيل ها في خمسة، ومن بعد زائد الاثنان مضروب في أسية x ومن بعد زائد الاثنان مضروب في الخمسة هاي صح. إذا واش تعطينا؟ تعطينا أسية يعني أسية x أسية x نطبق خاصية الأولى أسية 2x زائد 5 أسية x زائد الاثنان أسية x زائد 10 طيب. إذا هنا عندي بالك تجمع لي هذه مع هذا، مشي كيف كيف مشي كيف كيف، يعني هذه اللي نحوس عليها أسية x مشي نفسها أسية 2x متفاهمين طريب يعني صح. إذن تبقى لي هذه أسية 2x كيما راهي، لأن أسية 2x هي أسية x مربع بتكون في الصورة، خاصية رقم 3 صح، هذه انتبهوا لها مليح بيان. إذن زائد هنا نقدر نجمع هذا أسية x أسية x نقدر إذن زائد 7 أسية x زائد 10 هذه اللي نحب نوصل لها. العبارة رقم 5، أسية x ناقص 1 في أسية ناقص x زائد 3، هذه ثاني حاجة سهلة جدا جدا، هاي أسية x ناقص الواحد في أسية ناقص x زائد الثلاثة نفس الشيء، أسية x نضربها في أسية ناقص x ومن بعد نزيد نضربها في ثلاثة، ناقص الواحد نضربه في أسية ناقص x ومن بعد نزيد نضربه في الثلاثة عادي جدا. إذا واش تعطينا؟ تعطينا أسية x في
أس سيد ناقص إكس روح غير بالأقل زائد أس سيد إكس مضروبة في ثلاثة، ومن بعد زائد زائد ناقص واحد في أس سيد ناقص إكس، ومن بعد زائد الناقص الواحد مضروب في الثلاثة. لاحظ فصلتها صح. إذن أتولي لنا تساوي أسية إكس وأسية ناقص إكس خاصية رقم واحد تعطينا أسية الصفر زائد ثلاثة أسية إكس، ومن بعد ناقص ناقص واحد أسية ناقص إكس، إذن نكتبه ناقص أسية ناقص إكس، ومن بعد ناقص ثلاثة. إذن تعطينا هذه واش تولي؟ تولي واحد والناقص ثلاثة، إذن تعطينا ناقص اثنان، إذن تبقى لنا ثلاثة أسية إكس وناقص أسية ناقص إكس. احذر بالك تجمع هذا زوج، لأنه ما كان حتى خاصية في الناقص هذا ولا في الزايد. شوف الفوق يبان لك الخبر صح، يبقاو كيما راهم متفاهمين، وانا عندنا الناقص الاثنان. نروحوا للخاصية رقم ستة، العبارة رقم ستة أسية إكس زائد واحد في اثنان ناقص أسية ناقص إكس. طيب هنا نفس الشيء كما درنا مع الآخرين، أسية إكس زائد الواحد في اثنان ناقص أسية ناقص إكس نفس الشيء، نضرب أسية إكس في الاثنان واش تعطيني؟ تعطيني اثنان أسية إكس يخي هكا صح، اثنان ها نبدلها بالتفصيل أسية إكس في الاثنان، ومن بعد زائد أسية إكس في ناقص أسية ناقص إكس، لأنه كاين الناقص في الناقص، احذر زعما هكا تكتبها، زائد الواحد في الاثنان، ومن بعد زائد الواحد في الناقص أسية ناقص إكس. معناتها هنا أكد لي على هذه، شوف هنا كيف درتها بين قوسين، أكد لي على هذه بالك تخطئ فيها نهار البكالوريا. تأمين نهار البكالوريا واش راح يقول لك بسطوا وانشروا؟ لا لا، يعطيك العبارة باش تلحق انت العبارة اللي كتحوس عليها، راك شايف لازم تقوم بهذه العمليات. كي نلحقو نبداو نحلو في التمارين تاع الدالة الأسية ثم نتذكرو ان شاء الله صح. ما عليناش، لا خليتونا نلحقو، ما نعرف، ما عليناش. تولي لنا تساوي 2 أسية إكس، إذا يعني ان شاء الله الواحد يقول ناقص هنا. شوف على درت ناقص لأني هنا أسية إكس في ناقص أسية ناقص إكس، إذن الناقص هو الأول يجي، ومن بعد تولي إكس وناقص إكس، تولي لي ناقص أسية الصفر، ومن بعد ناقص زائد الاثنان، ومن بعد ناقص أسية ناقص إكس. طري بيان معناتها تبقى تولي لي هذه هنا تولي ناقص واحد وزائد اثنان، لأن أسية الصفر تساوي الواحد، اثنان أسية إكس زائد الواحد، يا في الحق نرتبوها نديرو ناقص أسية ناقص إكس وهنا زائد الواحد. طيب بقاو لي العبارات ثلاثة والأخرين آخرين، لأن تعودنا في اللغة العربية إحنا في العامية نقولوا التالي محسوب هو الأخر، لا لا، كلمة التالي لو فرونسي لو سويفون، أون لونجلي ذا نيكست، يعني اللي راهو جاي لو بروشان التالي، أما الأخير لا فان أند ذا أند يعني هو الأخر صح. إذن عندنا لاحظ العبارة رقم سبعة، العبارة رقم ثمانية، والعبارة رقم تسعة. فاش يفكروك هذه؟ شوفوا مليح
هيا هذا أنا قلت لك عطيتهم لك تمرين، قلت لك انشر باش يفكروك واش راح تستعمل لهنا بلوتو. روحوا نبداو بالعبارة. أسيت إكس ناقص 2 مربع، أتفكرنا في أ موان ب متطابقات شهيرة، أو كاري إتيقال أ أو كاري موان 2AB بلوس ب أو كاري. سي بون صح. دونك عندنا الأ est égal à aussiet x et le b est égal à 2 et non moins 2. بالك دير b تساوي ناقص 2 خطأ، انتبه تساوي 2 parce qu'on a a moins b. très bien. نبدأ aussiet x ناقص 2 au carré est égal A au carré, il y a aussi x au carré. Moins 2ab, 2 par A, il y a aussi x par B, il y a 2. Plus B au carré, plus 2 au carré. Donc, tout ça, oui. Aussi x, aussi 2, il y a un chassé, il y a 3. Donc, tout ça, oui. Aussi 2x. Moins 2 par moins 2 par 2 ça veut dire moins 4 aussi x ناقص 4 زائد 4 سي بون. هذه هي تبقى كيما راهي، ما تجمع ليش هذه مع هذه، ما عندها حتى هذه وحده وهذه وحده صح. عندنا العباره الثامنه وهي اسي x زائد 1 مربع زائد ما عليك الا المتطابقه الشهيره الاولى بلس ولا نبلس هذا مكان صافي راهي على الشكل A plus B au carré كي تيقال A au carré plus 2AB plus B au carré. دونك أسيت X plus 1 au carré واش تعطينا؟ عندنا نفس الشيء ال A au carré اللي هو أسيت X مربع plus 2 par أسيت X 2A في B في الواحد زائد ب او كاري زائد واحد مربع. اذا تعطينا اسيت 2 اكس نطبقوا الخاصيه رقم 3 زائد 2 اسيت اكس زائد الواحد. بيان العباره الاخيره في هذا الفيديو أسيت إكس ناقص 3 في أسيت إكس زائد 3 واش من متطابقة شهيرة تفكرك في هذه؟ يعني تفكرنا في المتطابقة الشهيرة A موان B، هذه نخدمو بها بزاف في العلوم الفيزيائية في A بلس B. واش تعطينا؟ تعطينا A أو كاري موان B أو كاري. يحب يقول الـ A هو أسيت إكس والـ B هو 3 وليس ناقص 3، احذر صح. إذا أتولي لنا أسيت إكس ناقص 3 في أسيت إكس زائد 3 تساوي أ أو كاري اللي هي أسيت إكس أو كاري زائد ناقص ب أو كاري اللي هي 3 مربع. إذا تعطينا أسيت 2 إكس ناقص 9. ولا مسيو ولا مدموزيل ولا مدام. هكذا نكون انتهينا أعزائي الطلبة من هذا الفيديو. الفيديو راه قدامنا حوالي 24-25 دقيقة لأني في الأول أعطيت واحد الملاحظة، الله غالب أنا كيشو حاجة توجع القلب نهدر، أنا نهدر من حتى لا حتى يدي ربي أمانته ما نسكتش، جمش نسكت غالب صح. وكاين واحد الحاجة والفهم نقولها مع الأخر والفهم يفهم، الطماع يطيح في يد البلعوض، والناس كامل واحد شايط ورا الدراهم واحد عليه الضغط. كاين طلبة اللي بوالديهم لازم تدير لي كل الله يهديكم صباح في البريمير في الابتدائي يديروا لي كور
مش هي لي كلاس بكري من بعد تطورت لي كلاس تاع ليكزامون من بعد ولات لا لا مالا سيدي غلقوه وخلاص اقسام يغلقوهم وحلوا لي كور يبدا لي سي تاع الاستاذ فلاني والثانويه تاع الاستاذ فلاني والمتوسطه تاع الاستاذه فلتانا بارح نصيب واحد ديما نشر في الاساتذه وكاتب روحه بلي هو المخير في اليوتيوب والعيب والله لا عيب انك تقعد تدرس صافي باين بلي كونكورونس تاع شياطه على الدراهم والاشهار ماشي لي وجه الله راحت لي وجه الله الا مراحي ما ربوك يكذب عليك كاذب حتى الرقيه اللي راهم يرقوا لي وجه الله بالدراهم كاش غراتوي بتكونوا الصوره قليل كان اللي يرقي ما تعرفوش كامل وكان اللي بالدراهم معروف الله شان حتى يصح لك برك والفاهم يفهم دراهم وما ادراك الدراهم موكا رحموكا ما نطولوش ولينا واحد الوقت علامة قرب الساعة والعياذ بالله الله يحفظنا برك يحفظني ويحفظكم ان شاء الله اني نفيق فيكم يا ولادي يا بناتي يا خاوتي يا خواتاتي فيقوا فيقوا كاين كاين تنجم تشري كتاب وتتحل التمارين تاع كتاب مدرسي والله غير التمارين تاع كتاب مدرسي اروع مما تصور اللي يديروا البكالوريا هما اللي داروا كتاب مدرسي بحد ذاته اللي داروا برنامج السنه هذا تاع 2023 هما اللي راح يدلك البكالوريا بدكم الصوره هو اللي راح يدلك السوجي هذوك اليوم في اليوتيوب منهم انا ماشي انا ندير السوجي ولا هذا كل اللي هم يشطحوا ابدا نابال دروا انا الله غالب انا مانيش انا المهنه تاعي ما تسمحليش اروح ندير السوجي ولا ندلك ليكول ولا مهنتي خليها في ستر ما نينش المهم نتلقى ان شاء الله في الفيديو المقبل باذن الله ندخلوا نبدلوا العقليه شويه نروحوا للمعادلات والمتراجحات الاسيه الى ذلك الحين اعزائي اترككم في رعايه الله وحفظه دائما نقولها لكم نبداوا بالصلاه على النبي ونكملوا نقول لك كلمه كبيره وعظيمه اترككم في رعاية الله وحفظه قولوا آمين والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى.